بدأت مشروعها الخاص برأس مال قدره 25,000 دينار، ثم طورته وازدادت مبيعاتها. الشابة فاطمة محسن من الديوانية افتتحت محلا متخصصا ببيع الورود والإكسسوارات كخطوة للاعتماد على النفس وتشجيعا لدخول المرأة إلى سوق العمل. بلشت برأس مال كان مقداره 25,000، هو يعني تصميم الدفتر الأسود ليس بالورد. الدفتر الأسود استخدمت 25,000، جبت المواد الأساسية، اشتغلت الدفتر الأسود، طورت الشغل مرة اثنين ثلاثة، دفاتر سوداء، جداريات الهاند ميد، لحد ما كبرت رأس المال وبلشت دخلت الورد الطبيعي خلال فترة يعني بسيطة. دخلت الورد الطبيعي بشغلي. لازم تكون عندك زبائن دائمين يسحبون من عندك كمية الورد اللي موجودة حتى تتصرف، حتى ما تضطر انه يتلف عندك الورد او خلينا نقول يقصر عمره. اول داعم اللي كان اللي هو زوجي واهلي، فتعرف في البداية شوي الانسان يكون خايف، يخاف من الفشل، يخاف انه ما ينجح. فالحمد لله وشكر فترة قياسية، يعني الحمد لله كان اكو تطور كبير بشغلي، وتعبت هواية على شغلي جدا، طايف من وقت وطاقة وجهد وحب واستطلاع واستكشاف اشياء واضافة افكار جديدة للشغل. فاطمة ام لولد وبنت وصاحبة وظيفة، استطاعت بالطموح والاستمرارية والجهد الشاق ان توفق بين عملها ومشروعها الخاص، كونها صممت على النجاح دون النظر للعوائق والتحديات. حالتي الاجتماعية متزوجة وأم لطفلين اللي هي بنت وولد، بنتي صف ثالث ابتدائي وابني عمره صغير. أول ما بديت إنه بعملي قبل لا أكون موظفة، يعني أنا اشتغلت بالبيج وعملت شغلي الخاص قبل لا أكون موظفة. بعدها صرت بوظيفة، فيعني صار تحدي أصعب إنه أني أم لولدين أو لطفلين بنفس الوقت، أني موظفة بنفس الوقت، أني أعمل عمل خاص بالقطاع الخاص. فكان تنظيم الوقت والشغل بكل الاتجاهات جهاد بحق ذاته، صعب جدا تدير بيت وأطفال والواحد من الأطفال مدرسة، أو كون أنت أصلا موظف وعندك عمل ثاني فروع اثنين، فكان صراحة كلش تحدي بالنسبة لي. البنات اللي يخافون يدخلون هذا المجال، صراحة أكثر شغلة نعاني منها إحنا مو بس النساء، كل الأشخاص بالذات النساء، اللي هو الكسل أو الاعتماد أو التململ من الظروف. أوكي يعني شنو أقدر أسوي وشنو أقدر أبدي، وصعبة ومجتمعنا وشي، هذا التخوف والتردد هو اللي يخلي الإنسان واقف بمكانه. أنا خلال عملي مرات إذا صار شوية ثبات بالشغل أقول الثبات انحدار، يعني ما دام الوقت يمشي بيك وأنت ثابت مكانك معناها انحدر شغلك. كيف إذا إنسان قاعد ساكت ما عنده شغل؟ هذا يعني هذا كلامي هو يعني نقد بناء وليس يعني خاطئ. فأنا الأفضل اللي أشوفه إنه الإنسان يبدي مهما كان بدايته صغيرة، السباق الألف ميل يبدأ بخطوة، فمهما كانت بدايتك صغيرة ابدي أنت مو هو. يعني يهمني صراحة النساء في هذا المجال أكثر، باعتبار أغلب البنات قاعدات في البيت لا وظيفة لا شغل، فاستثمر وقتك، عندك كلش وقت هواية، لا تقولي لي ليش أبدي، ابدي بشي تحبيه، إيش قد ما حبيت الشي تبدأ بيه. لبرنامج صباح دجلة سيف علي الديوانية.